عسلامة. هلا عسلامة، لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. باش نحكيو اليوم في موضوع الاشتراك في الملكية، اللي اغلب الشباب اللي كيف يكتبوا صداق بيحرسوا يختاروا الفصل ويخافوا من الاشتراك في الملكية. لا، شكون اللي قال لك اغلبيتهم يختاروا في الاشتراك في الاملاك؟ ما هو يحبها وتحبه، زعما عملوا لي حبه يقدر يخزر له يقولوا تحبوا الفصل بين الملكيه ولا الاشتراك، يقولوا لا الاشتراك. ما وديش صدره من الاول مقتشي حل بروحه مغفل كي توقع المشاكل والطلاق وباش تحيوا الدار وتعيلوا كذا، وهي فرحانه تبدا البارح. لا تقول لهم خليه هو يختار، يبدا هو عدس صدره نقبل الاشتراك في الاملاك ومن بعد توتيوب. هي هذا فصل عاملين هون كاكل، بس هو حرام ما تجيش الحكاية هذه. ما تجيش خلي يورث، ما فما الشرع، هي كي باش تورث راجلها حسب الشرع. وفهمت الحكاية هذيك معناها باش تعملي الدار واللي تشريها راه مش اللي قبل، لا اللي من بعد الزواج، دار ولا شريكة ولا مش نقولوا احنا الكهرباء ولا لا، دار ولا شريكة ولا العقار بصفة عامة ولا أرض، يولي الشراك ما بيناتهم. يعني وقعت منه برشا مشاكل، دونك كل واحد باش يحب باش يعرس ولا كذا ينتبه من المتاهات هذه. يا خويا تنصح فيهم؟ اه انت تنصحهم؟ ننصحك بس ما تدز صدرك يا ودي، رد بالك وخمم في غدوه. مش اليوم نحبها وتحبك الاشتراك في الاملاك، هي عملت دار قد سهل ربي عملت دار وكذا، تولي ما عادش تخزر لك راهي هي من بعد حب، تولي هي من بعد تخزر لك مال وماده وباش تنحي لك، لانه الطبع بتاع الانسان يتغير. الكل يا بنتي وين وحب بتاع مدى الحياة ذي، حياة حسرة مشى مع أمنا موجود، هو ما كناش موجود عمل نسبة قليلة، عمل الأغلبية توا عاملين الخدمة الحكاية ذي، فهمتني؟ الفلوس هذه بغير حق التنحام والنفقة والاشتراك في الأملاك والورثة وكذا عاملينها خدمة، فهمني؟ فما نساء نسمع في القضايا في العالم كامل تقتل في الراجل ويخترعوا في قصص وكذا باش تورث، خلي هي تلقى عندها حاجة جات هنا، فهمتني؟ خاطر الإنسان خبيث بطبعه. احنا حكينا على الاشتراك في الملكية، فما برشا نساء يخدموا بعد الزواج معناها يعملوا يشريوا كراهب ولا يعملوا مشروع ولا حاجة، وهو أكيد معناها باش يقسموا معاه. يا بنتي أول ما توصل قبل تعرف روحها باش توصل تعمل لك الطلق وكذا، عمري ما ريت أنا راجل ربح من المرأة في تونس، بالعكس المرأة هي المرأة راهي تعرف التكتك، راهي تعرف تحسب. مش كيما الراجل، الراجل ماشي بك العاطفة، أنا قلت لك ودزي صدرك العربية الكرامة، وأنا في الآخر يلقى روحه هو يا ليتني لم أفعل، يا حاسر ما أنا قلنا لك يا مغفل من نهار الأول رد بالك. فما شرتيش امرأة تو واحد هاي ولت لاباس عليها هي وتخدم وشرتها قوية وهو فهمني تحت بيها الدنيا ومرض وكذا كذا وطلقاته، أعطيتيه النفقة. إماكم كيف مساواة وكذا طيشات وعملت لك وكأنه لا يسوى. فهمني لو كان جات العكس معناها ما تعممش. ما هو علاش قلت لا احنا كي خاطر نحكوا هذيك هي المواضيع تجيب بعضها. وقتاش راهو تحكيها الحكايه هذيا وماش محتاجه الفصول والقوانين. كي يبدا الشعوب الواعيه هكا وعندها دينها وخيتو انا شنو خيتو انا باش نخاف منك ولا باش تخاف مني. باش نخاف وقت نعرف شنو معناها الحلال والحرام، وقت نخاف الله تو وقت نولي نمشي بمش. اما الناس ماش خايفه يا ربي. قاعد نخزر لك انت على العشره ولا نخزر لك، قاعد نخزر لك هكا الحجاره هذيك باش نحي لك الدار، القتال بين الاخوه على دار على وسخ الدنيا على اربع حيوت، وسلطه يشموا لبرا فهمني على جالك الاربع حيوت، فبالك بمراه زعما ما تطيشوش زعما ما يطيشهاش، هذه هي سيره الارحام اللي وصى عليها ربي فهمني، واشتق منها اسمها اشتقها من اسمه الارحام اللي هي مشتقه من الرحمن فهمني، ولعبت بها لعبت خلي مرته ولا راجلها ولا الحديث. دونك الحكاية هذه يا تعملها بالحق وكيما مثلا بتاع قوانين اوروبا وكذا كذا، فماش ظلم فماش تظالم والحق. اما بالمشرعات بتاعنا احنا العربية هذه يعني 1% صحيح و 99% رشوة وتحيل وكذب ونفاق، واسكت شعوبنا ما تنجحش في الحكاية هذه، فهمت؟ شعوبنا ماهيش بتاع الحكاية هذه اصلا. يعني السؤال للمرأة ولا الرجل، انت ما تنصحهمش بالاشتراك في الملكية؟ يا بنتي توا نحيني من القوانين هذيا، اكثر شيء من المشرعات الالهيه تيوم انا ما احترمش ما احترمش الذات الالهيه، في ناس تتلوع حتى بالقران، خلي باش يحترم قانون كي مكه ولا منه ولا باش يحترم فهمني، تي ما هو ربي قال لك لا تي ويعملوا فيه، قال الحلال حرموه والحلال والحرام يحلوا فيه، في ناس عايشه في المعاصي، هذا بنجي نحكي معاها.
الاخر راهو على الاقل كافر في حاجه، لكنه ماشي هذا راهو منافق، راهو عنده الدين وعنده كل شيء وعنده المشرعات الكل، ويعرف الحلال والحرام ويعمل فيه. ايش تحكي معاه؟ هذا راهو منافق، ويحجزك بالمذاهب الكل يحطهم لك. شنو تحكي معاه هذا؟ فهمتني؟ الشعوب بتاعنا هذه راهي ما بعدها على الحكايه هذه. فهمتني؟ هي الرحمة طابت على حيوان والإنسان. لا شوف باش يلعب تجي تكلمه يحجب كيفاش حيوان؟ معلوه حيوان ضعيف. وكل هو الإنسان هذاك اللي خلقه ربي اللي كيف هو تسعة شهور مرمدوا هذاك وحقه ما يوصلوش ويقتلوه. والكلب فهمني لا كلب شارع ولا هذاك يحقه من الحياة المتشرد. ترى إنه فما برشا رجال ولا برشا نساء ضحايا من الاشتراك في الملكية؟ يا بنتي النساء والرجال راهم بريئين من الحكاية هذه. النساء والرجال راهم هما الاتقياء اللي يخافوا ربي وكذا. نحكوا على الذكر والانثى، راهو الذكر والانثى هما نساء هما مشتقين فهمتني، لكنه لا يعرفوا الحلال ولا ينهوا على مرك ولا يامروا ما تحبش تقول نساء ورجال، تحب تقول ذكر وانثى. خاطر تو الرجال لا يا بالميراث وبالحكايه هذه. راهي الرجال صدقوا الله ما وعدوه به. اقري حتى القران شوفي اللفظ الرجال كيفاش باش بنى فيه خاطبهم ربي. بالنسبه لامور الدنيا يخاطبوا بلفظ الذكر. في الميراث الذكر مصلحة الأنثيين هي، وشكون اللي تبع الميراث وشكون اللي ينحي لأخته وكذا؟ الراجل ما يعملش هكاك ما على بالوش، الراجل يمد كل شيء لأخته ما يهموش المال والحكاية هذه، فهمتني؟ دونك الذكر الحكاية هذه الذكر الذكورة هذوما اللي يعملوا اللي يحبوا يخجلوا بالمال وينحيوا حلال وحرامه، والمرأة مش النساء، النساء حكاية أخرى راهو، النساء راهو أوصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذيك اللي فاهم المرأة الصالحة نقولوا احنا. انت انه برشا ذكور وبرشا اناث، ولا خلينا نقولوا المرأة برشا يعني يعانوا من الحكايه هذيا ضحايا بسبب الاشتراك في الملكيه. يا بدي الذكور والاناث كلهم يعانوا، مزيدك انا كلهم غاتسين في المستنقع هذاك بتاع الملك. نحكيو على الاشتراك في الملكيه. يا بنتي يخزروا علاقتهم بين بعضهم، مالك ثم مالك ثم مالك، مش المذهب المالكي، لا المالك هذاك المال، علاقتهم بالمال يتعاملوا مع بعضهم بالمال، تخزر راجلها مال ويخزر راجله مال، وكل الحب والغرام و هذا كله بعثي وراء ظهر كله كذب في كذب، فهمتني؟ هاتي حتى معاق معش انا عنده المال ويولي فهمني سلطان، ما عندوش كله تخزر بعضها للمال. فماش واحد على سواد عينيك يخزر لك، ولا الوحيد انا قلت لك انا الوحيد اللي يتعامل معاك يعني لانك حاجه منه اللي هي امك وابوك والبقيه يا اخوه طيشوا بعضها تو. اخوه وطيشوا بعض، خلي بنت الناس هي انت من ولايه وهي من ولايه. ممكن قوريه خير لك، ممكن قوريه تلمك خير، لان تتقي الله فيك وعندهم المحبه وكذا. اما تبعين تونس فما الخير وفما الباهين معناها، مش خلي الكلمة الخير. يا بلادي رانا ماناش نحكوا على النساء والرجال، ماناش نحكوا على اهل الخير راهم موجودين لقيام الساعه، ماناش نحكوا على الفئه هذيك، رانا نحكوا على الفئه الاخرى، عباد اللي عاملين من الدرهم اله. هذا حكوا على العباد على العباد هذوك اكلي الزين اكلي دنيتها كلها وهي باعت روحها على المال. ما هذوك نحكوا على الفئه هذيك اللي الههم المال، ماش نحكوا على الفئه الاخرى. فما برشا راهم محترمين وفما برشا ناس دمادم ورجال صحاح ونساء وكايد زاد نساء بنات رجال. شكرا.